الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. شكري يؤكد في الرياض أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر. جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا تستعيد السيطرة على بلدة بإقليم أمهرة من قبضة القوات الحكومية. بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة السمراء وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله. جاء ذلك خلال كلمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية خلال اجتماعات بالقاهرة في إطار المؤتمر 17 للجنة الأمن والاستخبارات الإفريقية. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 17 للجنة والذي يعقد حاليا بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جهاز المخابرات النيجيري، السادة رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية، السيدة الأمينة التنفيذية لسيسا، السادة مسؤولي الاتحاد الإفريقي، السادة ممثلي رؤساء الأجهزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، والتي تسعد بتواجدكم فيها وبصفتكم رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية المسؤولين عن الحفاظ على أمن واستقرار دول قارتنا الإفريقية الحبيبة. فإنني أؤكد أنه من دواعي سروري البالغ أن أتواجد اليوم معكم في مؤتمركم 17 بالقاهرة كأول رئيس لجمهورية مصر العربية يقوم بالمشاركة في أعمال لجنتكم الموقرة. السيدات والسادة، لا يوجد أمامنا سبيل سوى الاستمرار في بذل أقصى الجهد للحفاظ على أمن ووحدة قارتنا لتحقيق أحلام وتطلعات شعوب إفريقيا العظيمة في أن تنعم بالاستقرار والازدهار المنشود لكل مواطنيها. وتأتي اجتماعاتكم اليوم في ظل تحديات تشهدها قارتنا وكافة مناطق العالم، وفي مقدمتها المخاطر المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود متعدد الأوجه والأذرع، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تربك خطى دولنا الإفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف. ولمواجهة ذلك تتبلور أهمية دور لجنة سيسا بالتنسيق مع كافة الآليات الأخرى ذات الصلة والتي تفرض عليها تلك المتغيرات أن تتكاتف وتكمل مسيرتها لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، إسهاما في تكثيف منابعه ومحاصرة أنشطته وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة. السيدات والسادة، الحضور تواجه قارتنا خلال تلك المرحلة أزمة فيروس كورونا العميقة التي حملت أعباء لم تكن متصورة وأصبحت تمثل تهديدا غير تقليدي للأمن والاستقرار في كل دولنا. ومن هذا المنظور
هناك دور هام لكل أجهزتنا الأمنية للتعاون والإسهام بدور فعال لمواجهة هذا التحدي. ولعل تنظيم مؤتمر القاهرة 17 للجنة سيسا تحت شعار تكامل جهود أعضاء سيسا لمواجهة تداعيات استمرار فيروس كورونا يعد أبرز دليل على إدراك لجنة سيسا الموقرة لحجم التحدي البالغ الذي يتنامى مع الوقت، ودفعنا لتنظيم هذا المؤتمر بصورة هجين لم نكن نتمناها. السيدات والسادة، إضافة للمخاطر المرتبطة بأزمتي الإرهاب وفيروس كورونا، فإنني أشير للدور المحوري للجنة سيسا في متابعة ورصد التوصيات بشأن مجابهة باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على دول قارتنا العظيمة، ومنها مسائل الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السبراني والجريمة المنظمة، وكذا تداعيات عدم الاستقرار السياسي في بعض دولنا وغيرها. السادة رؤساء وممثلي الأجهزة، في نهاية كلمتي أود أن أشير إلى أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة سيسا سيسهم بشكل مباشر في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد ولخدمة هذا الهدف، فإن علينا مداومة الجهد لتطوير أدوات عملنا وصور تكاملنا بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية. ضيوف مصر الكرام، إنني على ثقة بأن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية سيسا لديها الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية متعددة العناصر والمضي قدما في مسيرة التكامل الأمني. ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة سيسا وتستكمل تنسيقها وإسهاماتها لأشقائها الأفارقة بما يسهم في رفع القدرات للحد المناسب الذي يساعد على التغلب على التحديات الأمنية التي تحيط بدولنا. وختاما أرجو الله تعالى أن تكلل أعمال اجتماعاتكم بكل التوفيق، وأن تكون نتائجها انطلاقة واستكمالا لتعاوننا المشترك لما فيه صالح قارتنا الإفريقية وشعوبنا ولجنتنا الموقرة سيسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا على مدار أكثر من قرن من الزمان، معربا عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع إيفيتسيا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد إيفيتسا ديتشيتش رئيس البرلمان الصربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمن، معربا سيادته عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة. من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. كما أشاد السيد داتشيتش بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر تحت قيادة السيد الرئيس، مؤكدا حرص صربيا على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين لا سيما على المستوى البرلماني. اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الصحة والطاقة والسياحة، فضلا عن التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية، إلى جانب سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية في ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس البرلمان الصربي إيفيتسيا داديتش والوفد المرافق له بحضور وزير شؤون المجالس النيابية. وأكد مدبولي على تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ ما يقرب من 113 عاما، لافتا إلى دور الدولتين المحوري في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز. وأكد مدبولي أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، مشيدا بما شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية. أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق العلاقات الأخوية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وتجذرها، مشددا على ضرورة تنسيق بين الجانبين إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة. وأضاف شكري في كلمته في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. كما وافق المجلس على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب تم عرض بيانين عاجلين مقدمين للحكومة، أحدهما موجه لوزارة الخارجية بشأن قرار الحكومة الكندية بشأن حظر دخول المواطنين والمسافرين القادمين من مصر في إطار إجراءاتها منذ انتشار المتحور أوميكرون في العالم، مطالبا الحكومة بمخاطبة الحكومة الكندية والتعرف على الأسباب التي أدت إلى هذا القرار رغم عدم ظهور المتحور داخل مصر. كما شهدت الجلسة موافقة المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 20 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، وتشمل الطلبات
عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، وآخر بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائية وغيرها. كما وافق المجلس خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. ويأتي مشروع القانون انطلاقا من اهتمام الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والسعي إلى زيادة مدخراته ووضعها في مرتبة متقدمة. وقد عني هذا القانون بتحديد أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعي بثقافة الجودة والتنسيق مع المؤسسات التعليمية، بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية. كما شمل جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المجتمعات. يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن 60 وتعيينه أستاذا متفرغا، بحيث يكون له كل الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية. الجلسات شملت أيضا مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبعض أحكام قانون التعليم. ويهدف مشروع القانون إلى ضم إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة إلى المعلمين بوزارة التربية والتعليم الفنية والأزهر والهيئات التي يشملها. عدد من مشروعات القوانين ناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة استهدف التطوير العملية التعليمية، من بينها تعديل أحكام مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب مشروعي تنظيم الأزهر والجامعات. من مجلس النواب، رمضان المطعاني، النيل. نفى مركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 لطلاب الصف الأول الثانوي. وتواصل المركز الإعلامي تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن الجداول المتداولة مزيفة وغير صادرة عن الوزارة، مشددة على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات الصف الأول الثانوي سيتم الإعلان عنه على قنوات الاتصال الرسمية للوزارة. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن الهدف من إنشاء جامعة مصر المعلوماتية هي أن تكون القاطرة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكي تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات بعدد من الطلاب الملتحقين بالدراسة في كليات جامعة مصر للمعلوماتية، حيث تابع الوزير خلال زيارته التفقدية سير العملية التعليمية داخل الجامعة التي أنشأتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي جهودها رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 483 عنصرا إجراميا ونصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة، مخدرات، قتل، وضبط معهم 257 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 64 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة. ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 726 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاشان جرينوف و95 بندقية و84 بندقية آلية و78 مسدسا و467 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل 1271 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 379,653 حكما قضائيا بإجمالي 30,394 متهما، من بينهم 1,383 حكم جناية و 133,432 حكم حبس و 193,208 حكم غرامة و 51,630 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهما قاموا بارتكاب 30 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 61 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالية 74 متهما، كما تم إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1411 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1590 متهما وبحوزتهم قرابة 10460 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وأكثر من 178 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد على 43 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 20 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 61,984 قرص مؤثر و 17,500 قرص ترامادول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالي 157 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضية غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 54 مليون جنيه. تواصل المراكز الطبية والقوافل المتنقلة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومنها لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من طلاب المدارس كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة. خطوة مهمة اتجهت لها الدولة المصرية بتطعيم الأطفال طلاب المدارس دون 18 بلقاح فيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته ومأمونيته لتلك الفئة العمرية، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض ومنع انتشاره. الثانوي بس في محافظة الشرقية 319 ألف طالب. احنا النهاردة موجودين في مدرسة الأوائل الحقيقة، وعندنا النهاردة يمكن داخلين على 80% أو 85% من مستهدف المدرسة. تم الحمد لله المدرسة بتتجاوز في مرحلة الثانوي 490 طالب، بخلاف مرحلة يعني الثانوي إعدادي 450 طالب. إحنا النهاردة عندنا التطعيمات تجاوزت 85% بالنسبة للثانوي، وبالنسبة للإعدادي يعني تخطت نسبة 40%. أعتقد أن المدرسة خلال يومين بالضبط المدرسة زي الأوائل هتكون خلصت. في مدارس كمان كتير، احنا تجاوزنا 60,000 طالب داخل المدارس
ده بخلاف اللي بيطعم في المراكز الشباب وفي المراكز المعتمدة المنتشرة في أنحاء الشرقية بالكامل. لما جت التعليمات بالتطعيم الأولاد من سن 15 ل 18 وبعد كده من 12، الحقيقة بس أهم جزئية فيها إن هي مش إجبارية ولكن هي بموافقة ولي الأمر، فحصل تنسيق مع الصحة إن احنا بعتنا الكروت اللي ولي الأمر بيوافق فيها وبترجع تاني للمدرسة وبيتم حصرها، وبيحصل حاجة من الاتنين، لإما الطالب بيتوجه للمراكز بتاعة وزارة الصحة أو بيتوجه لوزارة الصحة اللي بتيجي تجينا في المدارس زي ما سيادتك شايف كده النهاردة. تعاون كامل بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لتهيئة الأجواء المناخية لعملية التطعيم وسط إجراءات احترازية غير عادية. التطعيم لابد منه، عشان كده كان الموضوع ده بالنسبة لنا مشروع، لأن البلد محتاجة أن كل اللي موجود فيها كل واحد في المكان بتاعه يحاول أن يخلي الجزئية من التطعيم ديت مناسبة، لأن ده في الآخر بيرجع او بيعود تماما على كل المصريين. اما جينا الموضوع تطعيم الطلاب بدانا نراسل الطلاب ونزل لهم على الجروبات، وكان في استجابه كبيره جدا من كثير من اولياء الامور في المرحله الثانويه والمرحله الاعداديه. طلاب المدارس ابدوا قبولا واستحسانا لتلك الخطوه الفاعله في مواجهة فيروس كورونا. ان هو اصلا يجي مدرسة ونحن نطعم ده حد ذاته يعني حاجة عظيمة جدا للمدرسة نفسها والطلاب. لما جيت اتطعمت دي كانت خطوة حلوة، علشان احنا كده بنقلل من اعداد الناس المصابين بفيروس كورونا. تطعيم طلاب المدارس دون 18 بلقاح فيروس كورونا يؤكد ان هناك وعي مجتمعي كامل باهمية التطعيم كاحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة المرض بشكل واقعي. محمد حلمي، النيل. تجاوزت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 10 ملايين حالة، إلا أن الموجة الأخيرة من الجائحة بدأت في التراجع، وسجلت روسيا 29,929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين ونحو 17,000 حالة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 289,483 حالة. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح خلال تشييع جثمان فلسطيني في مخيم البرج الشمالي في لبنان. كان الفلسطيني قد لقي مصرعه خلال انفجار وقع بالمخيم قبل يومين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية السورية، وأن يكون الحوار سوري سوري يعبر عن تطلعات السوريين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بادرسون والوفد المرافق له، حيث دار الحديث حول تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات العملية السياسية. من جانبه عرض بادرسون مجريات جولته الأخيرة في عدد من الدول واستمرار الجهود لعقد الجولة القادمة للجنة مناقشة الدستور. وأعلن بادرسون عن إمكانية طرح مقاربة جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. أفادت تقارير إعلامية أن قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي في إثيوبيا استولت مجددا على بلدة لابالا، وذلك بعد أقل من أسبوعين من سيطرة القوات الحكومية وحلفائها عليها. وتقع لابالا في إقليم أمهرة، وتضم أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية والعلوم والثقافة اليونسكو. انتقدت إيران الأوروبيين بشأن موقفهم من الاتفاق النووي واتهمتهم بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناء بناء وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووية. وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باكري في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي ضمن القوى الكبرى التي تحاول إنقاذ الاتفاق، قال إن الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات على بلاده.
نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل فوز ساحق لرفض الاستقلال عن فرنسا في استفتاء كاليدونيا الجديدة. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميل محمد سليمان. إليك يا محمد. شكرا لك يا أمل. مرحبا بكم، أخبار اقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعونا فيها. مدبول يلتقي بوزير البترول لاستعراض الموقع التنفيذي لعدد من المشروعات ويؤكد دور القطاع في النهوض بالاقتصاد المصري. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروعات قطاع البترول ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بوزير البترول طارق الملا لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع البترول وأهم نتائج زيارة الوزير الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الاجتماع استعرض الوزير موقف التنفيذي لمصنع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول ومشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات وتطور الموقف في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بالمحافظات، وذلك فضلا عن موقف توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية. أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد العمل بقرار إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز المحافظ الائتمانية لدى أكبر 50 عاملا والأطراف المرتبطة بها حتى نهاية ديسمبر 2022. وذكر البنك المركزي أن القرار يأتي حرصا على الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مع استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن فرنسا تعد أحد أهم شركاء مصر التجاريين، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 6.7 مليار دولار، وذلك من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية. جاء ذلك خلال استقبالها كريستيان يوكا رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية لبحث استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر خلال الفترة من 2021 وحتى 2025. وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية التمويل المالي والدعم الفني لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، منها المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة. افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة السادسة لمعرض فود أفريكا بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية. يشارك بالمعرض أكثر من 22 جناحا وطنيا، كما تشارك روسيا بجناح يضم 30 شركة باعتبارها ضيف الشرف المعرض في العام الحالي. أكثر من 400 شركة محلية وعالمية تشارك في النسخة السادسة من معرض فود أفريكا الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور نحو 500 مشتري عالمي، بما يعكس أهمية المعرض كمنصة تجارية إقليمية ودولية. الموجود معاكم النهاردة ده مزيج ما بين تعاون مشترك، مش مجرد إن هو ما بين كيانات ولا مجالس تصديرية ولا وزارة التجارة والصناعة، لا طبعا، ومصاحبنا معانا معالي وزير التموين ومعانا كمان جهات أخرى. ويشارك في المعرض نحو 22 جناحا وطنيا، كما تشارك روسيا بجناح يضم 30 شركة باعتبارها ضيف شرف تلك النسخة. في أكثر من 400 عارض و22 دولة مشتركة، ودولة منهم الولايات المتحدة، منهم الاتحاد السوفيتي، منهم كينيا، منهم السعودية، منهم الإمارات، منهم كافة من أنحاء العالم، بالإضافة أن هناك مدعو أكثر من 500 ممثل أجنبي من خارج المعرض. هيئة مصر عيد بتشترك في عرض المنتجات المحاصيل الزراعية وعرض الصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية ضمن مشروعاتنا، مشروعات التنمية على مستوى محافظات الصعيد. يهمنا جدا ان احنا نشترك، لان احنا بنفتح افاق جديدة
في السوق الأفريقي. وحققت صادرات الصناعات الغذائية زيادة بنسبة 19% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام. إذن ومعرض يحقق رؤية الدولة في التوجه نحو السوق الإفريقية ويحقق المزيد من الصادرات خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، ويحقق أيضا المزيد من الشراكات مع الشركات العالمية. أشرف مبارك، النيل. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات أولى جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار، وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بأكثر من 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 736.2 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجاك 30 بنسبة 51%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 بنسبة 1.5%. انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 22.5% خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي لتسجل نحو 2.39 مليار دولار. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تراجع العجز التجاري جاء بدعم من زيادة قيمة الصادرات بنسبة 36.6% لتسجل نحو 43.45 مليار دولار. وذكر الجهاز أن الشهر شهد انخفاضا بقيمة واردات بعض السلع وأهمها القمح. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات. وأضاف وزير الري أنه تمت حتى الآن إزالة ما يقرب من 25,000 حالة تعد بمساحة 4.2 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة. وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3,551 كيلو متر بمختلف المحافظات. أصدرت بريطانيا تراخيص صيد إضافية لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي في محاولة لحل نزاع حول حقوق الصيد للصيادين الفرنسيين بعد خروجها من الاتحاد. وأصدرت بريطانيا 18 ترخيصا لسفن بديلة تابعة للاتحاد الأوروبي في الملاهي الإقليمية البريطانية، وخمسة تراخيص لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي لدخول مياه جريزي. ذات أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة أمل النعمان لاستكمال البانوراما، تفضلي. أشكرك محمد. حقق رافضو استقلال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا فوزا ساحقا في استفتاء أجري اليوم، وشهد امتناعا قياسيا عن التصويت بعد دعوة مؤيدي الاستقلال إلى مقاطعته. فوزا ساحقا حققه رافضو استقلال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا في استفتاء يشكل نهاية عملية لإنهاء الاستعمار بدأت قبل 30 عاما في هذه الأراضي الفرنسية الاستراتيجية في المحيط الهادئ. وشهد هذا الاستفتاء الثالث والأخير حول حق تقرير المصير امتناعا قياسيا عن التصويت بعد مقاطعة السكان الأصليين الذين يفضلون الاستقلال إلى حد كبير الاستفتاء، إذ إنهم في حالة حداد لمدة 12 شهرا بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في سبتمبر الماضي. كانت نتيجة الاستفتاء الأول عام 2018 رفض الاستقلال بنسبة 57%، ثم برفضه بنسبة 53% في الاستفتاء الثاني عام 2020. وانخرط سكان كاليدونيا في هذه العملية منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما شهدت أراضيهم التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر فترة اضطرابات بلغ ذروتها في عملية احتجاز رهائن وهجوم على كهف أوفيا في مايو من عام 1988، وقد أدت إلى مقتل 19 من الناشطين الكاناك وستة عسكريين. وبعد أقل من شهرين على هذه المأساة نجح الاستقلاليون والموالون لفرنسا في إبرام اتفاقات أعادت توزيع السلطات في كاليدونيا الجديدة. وبعد 10 سنوات أطلق توقيع اتفاق نوميا عملية لإنهاء الاستعمار تستمر 20 عاما.
تسبب انفجار أنبوب للغاز في جزيرة صقلية الإيطالية في مقتل 3 أشخاص وفقد 6 آخرين، كما تسبب في انهيار عدة مباني سكنية في بلدة رامو فورنزا. وتم تدمير مبنيين سكنيين بالكامل في البلدة التي يقتنوا 11,000 نسمة، كما انهارت أجزاء من عدة مباني جراء هذا الانفجار. وما زال رجال الإطفاء يبحثون عن ناجين في موقع الانفجار. نشرتنا متواصلة معكم، ونتابع فيها بعد الفاصل افتتاح مهرجان السينما الفرنكفونية في دورته الأولى بدار الأوبرا المصرية. شهدت دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان السينما الفرنكفونية في دورته الأولى، والتي تستمر حتى 16 ديسمبر الجاري. ويعد هذا المهرجان الأول من نوعه في مصر، والذي يهتم بالسينما التي تقدمها أكثر من 88 دولة ومجتمعات ناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية غير اللغة الأم. الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية انطلقت من دار الأوبرا المصرية، ليكون المهرجان الأول في جمهورية مصر العربية الذي يعرض سينما ل 88 دولة تابعة للمنظمة الفرنكفونية التي تم تأسيسها عام 1970. المهرجان المتخصص الوحيد المعني بالسينما الفرنكفونية. طبعا في مصر بلد الحضارات والثقافات، ومعروف جميع المهرجانات السينمائية في مصر محط أنظار العالم كله. فكان من هنا جت فكرة أنه احنا نأسس لمهرجان للسينما الفرنكوفونية المنتجة من الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية. ميلاد مهرجان جديد في مصر ده عيد فرح كبير جدا جدا، وبالذات إذا كان المهرجان ده لمنظمة كبيرة الفرنكوفونية. فمهرجان سينما الفرنكوفونية ده تواجده في مصر هام جدا، هو بيعمل تواصل بين الدول الناطقة بالفرنسية بشكل عام، أكثر من 88 دولة زي ما حضرتك قلتي. وفي نفس الوقت بنشوف الأفلام القادمة من هذه البلاد، وبيحصل تواصل إنساني طول الوقت. برنامج سينمائي حافل يتضمن 23 فيلما روائيا تم اختيارهم من 10 دول، وهي مصر وفرنسا وكندا والسنغال وإنجلترا والمغرب وتونس داخل المسابقتين الرسميتين. السينما يعني الفرنكوفونية سواء يعني جاية من فرنسا أو من دول الفرنكوفونية يعني تتحدث الفرنسية كلغة ثانية يعني مهم. أفلامهم بتبقى بحب أنشطهم يعني متحيز لها جدا، لأن هي أفلام إنسانية قوي، وتبقى هم بيركزوا على الجانب الإنساني بشكل ناجح قوي. أنا شايفه حاجة مهمة قوي بالنسبة لمصر إن يبقى فيه على أرضها أكتر من مهرجان طوال العام، وهبقى سعيد أكتر لو دخلت قاعات العرض لقيت طلاب بالمعهد العالي للسينما وطلاب كليات الفنون في مصر موجودين في أوائل الصفوف بإذن الله. الفيلم المصري النهارده يوم جميل تم اختياره ليكون فيلم حفل الافتتاح اخراج نيفين شلبي. إقامة المهرجان يساعد على تعزيز الفن السابع والتبادل الثقافي والتعاون بين صناع السينما في دول المنظمة الفرنكفونية. مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي يعد إضافة للساحة الفنية لدول المنظمة الفرنكوفونية والذي يستمر حتى 16 من الشهر الجاري، يعد المهرجان الأول في جمهورية مصر العربية الذي ينقل سينما ل 88 دولة ناطقة للغة الفرنسية غير الأم. من دار الأوبرا المصرية، ولاء الحديني، النيل. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. شكري يؤكد في الرياض أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر. جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا تستعيد السيطرة على بلدة بإقليم أمهارا من قبضة القوات الحكومية.
نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، أشكر لكم حسن المتابعة وألقاكم على رأس الساعة وموجز جديد لأهم وآخر.